الوحدة؟ طيب تيجي نحكي قصة يا كيجي؟ عندنا سارة، سارة بيقول لك سارة، سارة تريد أصدقاء جدد. تشعر سارة بالخجل، يعني إيه؟ سارة عايزة أصحاب جديدة، وهي يا كيجي مكسوفة عشان هي لوحدها ما عندهاش أصحاب خالص. طيب في أحد الأيام، في يوم من الأيام يا كيجي، سارة شافت، شوفوا هنا، شافت الأولاد وهما بيلعبوا الكرة في الحديقة. بيعملوا إيه هنا يا كيجي؟ بيلعبوا. هي شافتهم وقالت، تساءلت، فكرت يا كيجي، يعني ايه تساءلت؟ يعني فكرت بينها وبين نفسها وقالت، هي ايه الالعاب اللي بيلعبها الاولاد دول؟ بيلعبوها ازاي؟ ايه اللعبه دي؟ هنا بيلعبوا ايه يا كيجي؟ بيلعبوا كرة القدم. طب بيلعبوها ازاي؟ تيجي يا كيجي نعرف بيلعبها ازاي؟ دلوقتي يا كيجي نفتح صفحة 20 ونشوف بيقول لنا اللعبة المفضلة لي. هنشوف يا كيجي بنحب نلعب ايه ونرسم اللعبة. انا دلوقتي هرسم معاكم لعبة كرة القدم. هرسم الملعب. نرسم يا كيجي المرمى. وده خط الوسط والكرة. وهنا حارس المرمى بيبقى واقف. ماشي يا كيجي، نرسم اللعبة ونبعتها للمس تشوفها. دلوقتي بقى يا كيجي تعالي نشوف الصورة دي للعبة كرة القدم. بيقول لنا يا كيجي شوف الصورة وحط دايرة حول الأشياء الصناعية ومستطيل حول الأشياء الطبيعية. طب ايه هنا يا كيجي؟ شيء صناعي. يعني ايه شيء صناعي؟ يعني بنصنعه يا كيجي. يعني زي ايه؟ الخشب ده يا كيجي، ده نحط عنده ايه يا كيجي؟ دايرة. طيب الكرة دي يا كيجي شيء طبيعي ولا صناعي؟ مش احنا يا كيجي بنصنع الكرة، يبقى نحط دايرة. طيب الحذاء بتاع البنت ده ايه؟ مش احنا بنصنعه؟ نحط دايرة. واللبس البنت نحط دايرة. والقفاز ده يا كيجي دايرة برضو. طيب بيقول لنا حط حول الأشياء الطبيعية مستطيل. ايه الأشياء الطبيعية هنا؟ العشب ده يا كيجي مش هو بيتزرع؟ احنا بنصنعه يا كيجي ولا هو بيتزرع؟ بنزرعه يا كيجي، يبقى نحط عليه ايه؟ مستطيل. شاطرين يا كيجي. طيب نشوف الصورة دي. هيا كيجي، ده ايه يا كيجي؟ الشجر ده مش هو بيتزرع برضو يا كيجي؟ يبقى نحط عليه ايه؟ مستطيل يا كيجي. شاطرين. الكرة قلنا ايه؟ اشياء صناعية، يبقى نحط دائرة. والحذاء صناعي. شاطرين يا كيجي. واللبس صناعي برضو. الشجر ده يا كيجي، الشجر ده اشياء طبيعية، نحط مستطيل. والعشب برضو يا كيجي نحط مستطيل، لانه اشياء طبيعية. شاطرين يا كيجي. يلا نقلب الصفحة. هنتكلم بقى يا كيجي عن لعبة كرة القدم. تعالوا نقرأ مع بعض. نلعب كرة القدم في الهواء الطلق. يعني ايه الهواء الطلق؟ يعني بنلعبه يا كيجي في مكان مفتوح وواسع. ينفع نلعبها في البيت؟ لا يا كيجي ما ينفعش. بنلعبها في النادي وفي الملعب وفي ملعب المدرسة. شاطرين يا كيجي. وتنقسم لعبة كرة القدم إلى فريقين. يعني يا كيجي بيبقى فيه فريقين اتنين، ما ينفعش تلاتة وما ينفعش واحد بس يا كيجي، هما فريقين. يركل اللاعبون الكرة لكل فريق حارس مرمى. طيب اللاعبون يا كيجي بيعملوا ايه بالكرة؟ بيمسكوها بايديهم؟ لا يا كيجي بيركلوها بأقدامهم يا كيجي لكل فريق حارس مرمى. يعني ايه حارس مرمى يا كيجي؟ حارس مرمى واحد بس يا كيجي. يعني ايه حارس مرمى؟ قلنا يا كيجي المرمى بتاعتنا اللي هي دي بيبقى عندها حارس بيحرسها يا كيجي عشان الكرة ما تدخلش. طيب حارس المرمى ده ينفع يا كيجي يمسك الكرة بإيده. ماشي. حارس المرمى بيحمي المرمى. بيعمل ايه؟ بيحمي المرمى يا كيجي. شاطرين. يحصل الفريق على نقطة عندما تدخل الكرة في المرمى. يعني ايه؟ يعني الفريق اللي بيدخل الكرة في المرمى بيبقى كده يا كيجي مع نقطة، مع نقطة اكتر من الفريق التاني. شاطرين. يربح الفريق صاحب النقاط الاعلى. يعني دلوقتي يا كيجي لو عندنا هنا فريق وهنا فريق، الفريق ده لو جاب 3 نقط والفريق ده نقطة واحدة، يبقى مين يكسب؟ اللي جاب 3 نقط يا كيجي. شاطرين. يمكن للاعبين استخدام اقدامهم فقط. يعني انا يا كيجي لما بلعب بالكرة ينفع امسكها بايدي؟ لا يا كيجي ما ينفعش. اقدامنا فقط يا كيجي، نلعب نستخدم الكرة بالاقدام فقط يا كيجي. شاطرين. يستطيع حراس المرمى استخدام ايديهم واقدامهم. يعني حارس المرمى يقدر يمسك الكرة بايده. شاطرين.
لا يمكن للاعبين ضرب بعضهم بعضا. ينفع يا كيجي نضرب بعض واحنا بنلعب؟ لأ يا كيجي ما نضربش بعض، احنا بنلعب يا كيجي علشان نكسب وننافس بعض بس. شاطرين، يبقى يلا يا كيجي نسأل كده ونشوف مين شاطر هيجاوب معايا. أول سؤال بيقول لنا أين يتم لعب كرة القدم؟ هاي يا كيجي بنلعب كرة القدم فين؟ أنا قلت فين؟ في الهواء الطلق. شاطرين في الهواء الطلق يا كيجي، ممتازين. تاني سؤال، ما هدف لعبة كرة القدم؟ هدفها ايه يا كيجي؟ مش أنا قلت بنلعبها علشان نتنافس ونفوز؟ يبقى يا كيجي الهدف المنافسة والفوز للفريق صاحب النقاط الأعلى، اللي جاب نقاط كتيرة يا كيجي هو اللي بيكسب. شاطرين. تالت سؤال بيقول لنا ما قواعد لعبة كرة القدم؟ ايه قواعد يا كيجي؟ مش احنا قلنا نلعبها في الهواء الطلق؟ يبقى ايه؟ نلعب كرة القدم في الهواء الطلق. تنقسم لعبة كرة القدم الى فريقين، طيب لكل فريق حارس مرمى واحد، والفريق صاحب النقاط الاعلى هو يا كيجي اللي بيكسب. طيب يمكن للاعبين استخدام اقدامهم فقط، ما ينفعش يستخدموا ايدهم يا كيجي، وحارس المرمى يستطيع استخدام يديه وقدميه. شاطرين يا كيجي، ولا يمكن ضرب اللاعبين، يعني ما نضربش بعض خالص يا كيجي. شاطرين يا كيجي، نحل بقى ونوري للمس.